تمام. محمد برضو عايز اسالك عن ان النادي الاهلي او ملوك الصالات زي ما احمد رشاد قال، ليه نقدر نقول ان هذا الموسم النادي الاهلي هو ملك العاب الصالات؟ لكذا سبب يا كابتن. انه تقريبا كل الالعاب لو هنتكلم حتى تفصيلا عن لعبه لعبه، يعني الهاند بول الاهلي مشارك في 5 بطولات محقق منهم 3 على صعيد الرجال، على صعيد السيدات محقق بطولتين من بطولتين دوري وكاس، بالاضافه انه الاهلي قدر انه ياخد برونزيه بطوله افريقيا بعد غياب 30 سنه في ظل تغير لعناصر اغلب عناصر الفريق، بتبني فريق جديد قادر انك مع تغير اداره فنيه، لكن كل ده كان بيتخطط له بشكل كويس. فلو ده لو قفلنا ملف الهاندبول نروح للباسكت، وهو بالنسبه لي فرقه الاكثر تميزا او الاكثر نجاحا على مستوى السيدات، العلامه الكامله 5 بطولات من 5 بطولات، بالنسبه للرجال محققين 4 بطولات من 6 بطولات. وهنا هنيجي نتكلم على نقطه مهمه كابتن، انه لو الفوز بدوري ابطال افريقيا او البال، وده ادى الاهلي رقم قياسي ما قدرش حد يحققه حتى الان، انه النادي الاهلي النادي الوحيد على مستوى العالم اللي هيشارك في كل بطولات كاس العالم في الالعاب الجماعيه المختلفه. يعني لو احنا طبعا كده كده الاهلي اليد لا اشتركنا اليد صح باليد. اليد يعني صح. احنا كده كده الطايره بعد الطايره سوري الطايره اشتركنا 3 مرات اشتركنا قبل كده قبل كده النهارده، انا بتكلم على السنه دي. هو السنه دي احنا مش متاهلناش، لكن هو على مدار التاريخ ما فيش نادي قدر يتاهل في الالعاب الجماعيه كوره يد سله طايره على مدار التاريخ في كل الالعاب دول في ال4 العاب. يعني لو مثلا اتكلمنا على اي نادي تاني، يعني كده كده مثلا برشلونه عنده هاند بول اتاهل لكاس عالم انديه كره قدم، اتاهل لكاس عالم انديه في كره اليد، من الانديه الكبيره في اوروبا في الباسكت، لكن ما عندوش فولي. مثلا لو رحنا هنا على المستوى المحلي، الزمالك قدر انه يتاهل في كاس عالم كره اليد، كره السله، الكره الطايره، لكن ما قدرش انه يتاهل في كرة القدم. فالنادي الأهلي هو النادي الوحيد على مستوى العالم دلوقتي اللي عنده أنديته شاركت في كأس العالم للأندية. فموسم استثنائي، موسم استثنائي مش عشان أنت كمان كسبت رقم 23 بطولة بس، لا أنت كمان حققت بطولات غالية ليها تمن وليها حطتك في حتة تانية، وبقت خلت اسم الأهلي فعلا زي ما كريم كان بيقول إن اسم الأهلي بقى براند، بقى حاجة تقدر إنها تتسوق عالميا، مش إن أنت كمان بتقول انه الاهلي النادي الاكثر تتويجا على مستوى العالم في الالقاب او البطولات او النادي القرن الحقيقي او المسميات كتير، لكن اسم الاهلي لوحده اصلا بقى براند دلوقتي.